اشترك في القناة ليصلك كل جديد أولا بأول. ما هي حكاية مثلث برمودا المرعب؟ من منا لم يسمع بمثلث برمودا وتلك القصص المخيفة التي تروى عنه، من اختفاء للناس للسفن والمراكب الشراعية والطائرات، وكل ذلك ضمن ظروف غامضة. كانت الإشارات التي ترسل من الضحايا غريبة ومرعبة، حتى أطلق على هذا المثلث اسم مثلث الأشباح. حتى الآن لا تزال جزر برمودا عذراء لم تطأها قدم الإنسان، ولا يزال الغموض يكتنف مثلث الرعب والخوف برمودا. يمتد مثلث برمودا من غرب المحيط الأطلسي باتجاه الساحل الجنوبي الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية، وهو عبارة عن مثلث وهمي تبلغ مساحته حوالي 770 ألف كيلومتر مربع. يقع رأسه الشمالي في جزيرة برمودا، أما رأسه الجنوبي فيقع في بورتوريكو، بينما يقع رأسه الجنوبي الغربي في مدينة ميامي التابعة لولاية فلوريدا الأمريكية. يتضمن هذا المثلث حوالي 300 جزيرة لم تطأها قدم الإنسان بعد، ولا زال الخوف والغموض يكتنفها، ولا زالت أرواح المفقودين تدور فيها بعد أن عجز كل العالم عن إنقاذهم. تعود قصة هذا المثلث لأكثر من 500 عام، حيث كان الملاحون يجتنبون الاقتراب منه ويطلقون على جزره اسم جزر الشيطان، وذلك لابتلاعها العديد من المراكب الشراعية دون سابق إنذار. منذ حوالي 500 عام بدأت قصص اختفاء السفن والقوارب الشراعية عند هذا المثلث الغامض، حيث تختفي السفينة دون أن تترك أي أثر يذكر. وحتى أن الرحال البرتغالي كريستوف كولومبوس تحدث عن رؤيته لبعض الأمور الغريبة عند مروره بتلك المنطقة، كرؤيته لكرة النار تسقط في المحيط، بالإضافة إلى اختلال اتجاهات البوصلة عند المرور هناك. أما بالنسبة لسفن الأشباح، فهي السفن التي تختفي في المثلث ثم تعود للظهور في مكان آخر دون وجود أي أثر لركابها. والعجيب في الأمر أن السفينة تظهر بشكل سليم دون أن يصيبها أي مكروه. فنطالع مثلا قصة السفينة لادهاما التي اختفت ضمن إطار المثلث المرعب، وبعد مدة تم العثور على هذه السفينة بأفضل حال في عرض المحيط من قبل السفينة إس إزتك. وعندما دخل البحارة لتفقد السفينة وجدوا كل شيء كما هو، وكأن الركاب والقبطان قد غادروا السفينة حالا، ولم يعرف مصير طاقم هذه السفينة وركابها. الأمر الأكثر غرابة في هذه القصة، يذكر طاقم السفينة إس إزتك أنهم تلقوا رسالة من سفينة إيطالية تقول أنهم شاهدوا سفينة لادهاما تغرق في المحيط، فكيف ظهرت السفينة من جديد؟ وكيف بقيت في حال سليمة؟ أسئلة لا توجد إجابات عنها. كما اختفى عدد كبير من السفن معظمها أمريكي في منطقة مثلث الشيطان، وذلك في العام 1850، كل ذلك جرى تحت ظروف غامضة. استطاع بعض رواد تلك السفن من إرسال رسائل صوتية، لكن جميع تلك الرسائل كانت تصل غير واضحة وغير مفهومة، ولم يستطع أحد فك شيفرتها. ومن بين تلك السفن سفينة تجارية أمريكية تدعى ماري سيليست. كان خط رحلة هذه السفينة يمتد من نيويورك إلى جنوة في إيطاليا، ولكنها فقدت عند مثلث الرعب، وتم العثور عليها قبالة السواحل الإفريقية، لكن لم يكن هناك أي أثر لركابها. لم يقتصر تأثير هذا المكان المخيف على السفن فحسب، بل بلغ تأثيره السماء. تعد قصة السرب 19 أشهر قصص الاختفاء. ففي 9 من كانون الأول ديسمبر من عام 1945، قامت 5 طائرات حربية من قاعدة فلوريدا بالتحليق في جولة اعتيادية
فالطقس كان مناسبا جدا. تضمن طاقم هذا السرب 5 طيارين و8 مساعدين بقيادة الطيار تشارلز تايلور. في تمام الساعة 3:54 تلقت القاعدة رسالة من قائد السرب يقول فيها: أجيبوا بسرعة، نحن مفقودون، لا أستطيع رؤية الأرض، أكرر لا أستطيع رؤية الأرض، من الصعب أن أعرف أين نحن، أعتقد أننا فقدنا، يتم الخلط في كل شيء، الأمر غريب جدا، نحن لا نعرف موقعنا وأين نحن، حتى المحيط يبدو غريبا. كانت ترد بعض الرسائل من الطيارين تشير إلى دهشتهم من قراءة البوصلة، وكانت آخر رسالة تصل من السرب تقول: أعتقد أننا فقدنا تماما، إننا نطير فوق مياه بيضاء. تم إرسال طائرة إغاثة وهي الطائرة مارتن مارينز، ضمت 30 شخصا في محاولة لإنقاذ السرب، لكن هذه الطائرة اختفت أيضا مع طاقمها. في صباح اليوم التالي خرج أكبر فريق للبحث على مدى التاريخ. تضمن هذا الفريق 300 طائرة وعدد من السفن والغواصات، ولكنه لم يعثر على أي أثر للسرب 19 ولا لطائرة الإغاثة. في 28 من كانون الأول ديسمبر من عام 1948 سجل أيضا اختفاء الطائرة NC-16-1002 فوق مثلث الموت، وذلك بعد أن انطلقت من بورتوريكو باتجاه ميامي ولم يتم العثور على أي أثر لها. في العام 1965 اختفت أيضا طائرة تدعى بلان 680 فوق هذا المثلث المخيف. وخلال القرن العشرين فقد أكثر من 1000 شخص في تلك المنطقة المرعبة ولم يعثر على أي أثر لأي منهم، ليبقى مثلث برمودا مكان يحيط به الخوف والرعب والغموض، ويبقى لغزا استعصى حله على العلماء.